السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الموسم الكبير، الموسم الرائع، الموسم المليء بالمفاجآت، الموسم المليء بالأندية القوية والكبيرة على المستوى العربي من الجزيرة العربية وصولا إلى الشرق الأوسط وإلى شمال إفريقيا. الحديث الليلة عن ملعب سوسة، الحديث عن الملعب الأولمبي للنجم الساحلي الذي يستضيف واحدة من المباريات الكبيرة، واحدة من الديربيات المغاربية التي طبعا يرحل من خلالها نادي الوداد البيضاوي إلى بلاد تونس وإلى هذا المسرح من أجل ديربي الحمروين وديربي الأحمر والأبيض. هذا ليكنز الرجل الذي يقود الكتيبة، طبعا الكتيبة التونسية في هذا المساء وفي هذه الليلة، بينما ريني جيرار يريد أن يصحح المسار في ليلة البحث عن العودة بالنسبة للحمر والبيضاء الوداد البيضاوي. بل القسم على اثنين، تعلمون أن الذهاب 0-0. هذه كرة فيها خطورة، خطورة، فرصة خطيرة للنجم، خطيرة هذه الكرة لمحمد أمين بن عمر. أكيد محمد أمين بن عمر نجم المنتخب التونسي، لم يتم استدعائه لمباراة مصر. نريد أن تكون مباراة الأشقاء ومباراة الأحباء في كأس زايد للأندية الأبطال. محمد نجم في روح رياضية مع طبعا، وفي الأسبوع الماضي الخروج من طبعا كأس في مجموعة واحدة كان فيها خمسة أندية الوداد، بينما هذه الكرة فيها خطورة، فرصة عرضية، غير العناوين في هذا المساء. غزوي يرفع الكرة، إيهاب المستنى في الملعب الأولمبي بسوسة لشيد حناشي، حناشي يرفع هذه عرضية، محاولة فيها خطورة، التونسي خلف المدافعين ماهر الحناشي رفعها بطريقة سليمة، والشرميتي والتقنوتي يتعاملك مرة أخرى. الله عليك يا التقنوتي، وتصدي رهيب ورائع، لكن في النهاية تسلل، في النهاية كان فيها تسلل في هذه اللقطة. نعم نعم، التسلل كان واضح كبيرة جدا، بينما هذه الكرة عمرو مرعي حط هذه الكرة، لكن المنادات من هيرفي رونار في المباراة القادمة أمام المنتخب الكاميروني، مباراة مفصلية بالنسبة للمنتخب المغربي 2010. كرة تعود من جديد، عرضية بعيدة إلى تونس اللي بدأ الآن يكشف على نيابي في هذا المساء. هذه كرة فيها خطورة، فرصة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وركلة مرمى ضاعت من إيهاب المساكني اللي حاول أن يلتحق بالكرة الماضية، لكن التغطية كانت في المكان المطلوب. خطيرة، فرصة إلى رامي البدوي، عرضية، كومارا يبعد بالرأس، ممكن تسديدها، تدخل ممتاز يا النقاش، النقاش تدخل، فرصة لا زالت خطيرة للفريق التونسي. الله يا التقناوتي، التقناوتي في المكان السليم، مرضي مرضي الوالدين يا التقناوتي. في كرة كانت خطيرة جدا ومتابعة، يا سلام، انقض عليها التقناوتي. في الجهة اليمنى يبحث عن مساندة، ممكن يرفع الكرة، كومارا يستعيدها. من في البدلاء؟ عندك اسماعيل الحداد، عندك بديع عوك، عندك ايمن الحسوني، هجوم الوداد، ويلام شبور لوحده، النايري على اليسار، هذه عرضية لكن سهلة إلى المدافع صدام بن عزيز. تصف ملعب قوي حتى الآن، مرور سريع، محمد أمين بن عمر يحط الكرة، تلعب بشكل سريع على طول لمصلحة غازي، غازي تقناوتي قامة طويلة، يبعد الكرة بهدف في لحظة. ماهر الحناشي يلعب على طول إلى اليمين، المتابعة من النهيري. عنوان مباراة الذهاب واضح في هذه اللحظات، رغم كل التغييرات ورغم كل الاستعدادات اللي كانت مساء لتونسي. هذه الكرات الثابتة عادة ما تشكل خطورة كبيرة، ماهر الحناشي يرفعها، هذه خطيرة، محاولة بالراس، يوم كريم العواضي لعبد الرزاق، غازي، أشرف داري يبعدها، الكرة لا زالت خطيرة، نصير ركنية لغازي، غازي عبد الرزاق، محاولة بالراس، التقناوتي يبعدها، الخطورة لا زالت قائمة، لكن يقول ما فيهاش كلام. هذا محمد أمين بن عمر صاحب 26 سنة، كانت عنده تجربة إعارة لفريق الأهلي السعودي. شوف هذه الكرة اللي كانت خطيرة جدا على مرمى الوداد في اللقطة الماضية، الرأسية لم تكن بالشكل المطلوب. كرة تلعب طويلة، هذه خطيرة، الكرة الثابتة خطيرة جدا، التسديد من بعيد،
من طرف اللاعب إيهاب المساكني. حاولت تهيئات اللاعبين لنادي الكرة الثابتة عرضية وحاول بالراس بدون فعال حتى الآن بوقوف ودادي مهم جدا يا صلاح الدين السعيدي. عمرو مرعي افتك من كومارا، خرج له داري، الفرصة ممكن عرضية يا غازي، عرضية غازي عبد الرزاق حاول أن ينسل في الجبهة اليسرى لكن لم يمر، لذلك الحكم يقول أنها ركلة مرمى وبعدها ممكن. إذن نعود من جديد مشاهدينا متابعينا في كل مكان إلى أجواء شوط المباراة الثاني بين فريقي النجم الساحلي التونسي بن عزيزة البدوي، غازي عبد الرزاق، كريم العواضي، محمد أمين بن عمار، ماهر الحل. تغييرات وعند التعديلات في المباريات. كرة تلعب طويلة من العواضي، العواضي هذه المرة كرة خطيرة لكن كومار الرزاق، غازي ممكن يرفع الكرة بعيدة ومن خلال سيطرة كروية محلية ومن خلال ظهور إفريقي كبير جدا، لكن مرة أخرى إلى المنافسة. كرة طويلة تعود إلى كومار في البطولة العربية ولا زالوا في كأس زيد لأندية الأبطال أمامهم فريق كبير جدا اللي هو فريق النجم 1925 من القرن الماضي 93 سنة وبتونس من أجل لقاء تاريخي ولقاء واحد في الإياء في الذهاب التي أثارت جدلا كبيرا في انتظار مباراة مع النهيري. عرضية فرصة غازي بالرأس لكن الرأس تعود من محمد أمين بن عمر لحتى الكرة لعمرو مرعي، تدخل أشرف داري الكرة الماضية وبالتالي الحديث عن ركلة مرمى لمصلحة فريقي الوداد البيضاوي. شوف الإعادة ودائما في الإعادة إفادة. عدت عن فريق تونس ممكن شرف الكرة التونسية في الكثير من المرات. عمرو مرعي مرة أخرى، شوف قلب الدفاع وين على مستوى الجبهة اليمنى. بن عزيزة عرضية صالة وجال في المحليات وفي البطولة الإفريقية وركلات الترجيح. كرة طويلة إلى عمرو مرعي، هذه فيها خطورة، أريد التقنو العواضي، العواضي يغير الاتجاه، هذه كرة صعبة خطيرة إلى غازي، غازي عبد الرزاق من يخلص تسديدة قوية، هذه الكرة بتسديدة قوية وكرة كانت من غازي اللي أعادها إلى المكان الصحيح والتسديدة اللي كادت أن تباغت الكل راحت وضاعت من الفريق التونسي. ركلة مرمى لفريق الوداد البيضاوي المغربي، مش ممكن، أخطر فرصة في المباراة، أقرب فرصة للمباراة في اللحظات القادمة من هذه المباراة. ما هي التبديلات، ما هي التعديلات؟ فرصة خطيرة للفريق التونسي، هذه صعبة، الحناشي كل 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 تونسي ضيعها المساكني في البداية وهذه المرة جابها في الشبكة، في الشبكة يا سادة. شباك الوداد 1-0 لفريق النجم الساحلي التونسي في 11 دقيقة من بداية هذه أو هذا الشوط الثاني. يا ليكنز النجم الساحلي في الشباك بكرة ملعوبة بشكل جميل وبشكل رائع في الحقيقة، وبصراحة الجبهة اليسرى كانت غير فعالة بالنسبة للوداد. هذا جمهور النجم، هذا جمهور النجم الساحلي اللي يشعل الشماريخ في المدرجات. هدف أول لمصلحة الوداد البيضاوي أو لمصلحة النجم الساحلي التونسي، عفوا، هدف لإيهاب المساكني بكأس زيد الأبطال. كرة خطيرة، هدف ثاني ممكن لكن الدفاع هنا، الكرة الخطيرة اللي ممكن كانت لعمرو مرعي لكن التقنوتي في المكان السليم مرة أخرى والإبعاد كان من كومارا. يعني للوداد بينما البلجيكي ليكنز يحافظ على التشكيل داري. بدأ الوداد يضغط الآن، بابا توندي يدخل، هذه كرة فيها خطورة، تسديدة قوية ركنية ودادية بعد هذه التسديدة القوية اللي كانت من طرف اللاعب بابا توندي. وينرز بينما هذه تسديدة قوية، شوف التسديدة القوية من النيجيري. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.